أهلا وسهلا أخت نهال، تفضلي. اهلا بيك يا سيس نزار، انا بشكر حضرتك اجين على كل مجهود بتعمله في البرامج الرائعه دي. عندي تعليق وفي نفس الوقت هو يعني اكنه سؤال بخصوص العبد والابن، ونفسي اعرف راي حضرتك. يعني على حسب معرفتي انا كمؤمن، بعد ما كنت عبدا للخطيه، لكن بعد قبولي للرب يسوع وعمله خلاصي على الصليب بصبح حرا، واخدت لفظ ابنا، لان الكتاب بيقول كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. لكن بعد ما اتنقلت من مرتبه العبد لمرتبه ابن، انا باختياري بقول احب سيدي لا اخرج حرا، فانا عبد اجين ليسوع المسيح ولكن بصوره اعمق. عشان كده بشوف وبلاقي بولس الرسول وهو بيقول هو طبعا ابن الله، لكن بيقول بولس عبد يسوع المسيح، فما احناها عبوديه. نفسي حضرتك تعلق على الحته ديت. والسؤال اللي احنا بنتساله، طيب انتوا بتقولوا ان احنا بالطبيعه خطاه، وبتقولوا ان بعد قبولكم ليسوع المسيح بتبقوا مؤمنين، بس برضه ما زلتم بتفعلوا الخطيه، فايه الفايده اذا خطاه قبل قبولكم للرب يسوع وخطاه بعد قبولكم للرب يسوع؟ فعايزه حضرتك توضح. واخر حته، حضرتك قلت حته رائعه ان المسيحيه هي الوحيده اللي بتعلم عن التبني، وانا صرت بنت لله، يعني الله هو ابويا. نفسي حضرتك تقول كلمه لناس ابائهم الارضيين كانوا امثله رديئه للاسف للابوه، وبالتالي مش متقبلين ان الله يكون اب. وربنا يبارك. طيب شكرا كثير اخت نهال. خليني أبتدي أول شيء أنت بالتعليق الأول، يعني هو كان تعليق لكن كمان جواب. هنا شوف، الله بحب دائما الشخص المتواضع. أنا أدرك مقامي في يسوع المسيح وامتياز أنه أنا صرت قديس، صرت محبوب على قلبه، صرت ابن وصرت بنت للرب من خلال عمل المسيح. لكن برضو التواضع الإنسان بخليه دائما يحس بعدم الاستحقاق. مثل ما ذكرتي نفس الكلمة اللي هي خادم، اللي هي دولوس في اليوناني، بتعني كمان عبد ليسوع المسيح. يعني ممكن تفسر خادم ليسوع المسيح وعبد طبعا ليسوع المسيح. ومثالنا الأعظم يسوع المسيح نفسه قال بنفس الكلمة ونفس التعبير، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. فأنا صرت ابن مش بخليني أكون متكبر ولا متعجرف ولا شايف نفسي، لأنه الحقيقة كل الموضوع بيتعلق بالنعمة، والنعمة هي عطية الله المجانية. هو أساساً أنا لا أستحقها ولا اشتغلت فيها، ولا هي نعمة المسيح. فأنا اختيارا ومحبة بقول أنا عبد للرب، فهذا امتياز. لكن من ناحية تانية أنا بتصرف كابن مش كعبد. يعني في ناس عايشة حياة العبيد، أنا كعبد في الخدمة، كعبد في تواضعي، كعبد في مسلكي، إنه ما ارتفعش ولا على أي إنسان. وأن هذا والتميز مش بخليني، بالعكس التميز بخليني أكون أنه أنا نور وأكون ملح للأرض وأكون شهادة حية للآخرين. فهذا مهم جدا ندركه. شيء ثاني أختي، ذكرت بالطبيعة خطاة. طبعا الكتاب المقدس بيتكلم أنه إحنا بالطبيعة خطاة، هذه الخطية اللي تورثناها من آدم وحواء، وصرنا بالطبيعة أبناء الغضب، وبالطبيعة صرنا خطاة. فموت المسيح مات لأجل الجميع، لكن أنا بفعل هذا الشيء زي حساب في البنك. شو بفيد الحساب إذا أنا ما فعلتش، ما شغلتش هذا الحساب لصالحي؟ وهل أنا بكون كامل؟ لا، لكن في بتصير طبيعة جديدة، بصير إنسان جديد، خليقة جديدة. فبصير في اصطدام في طبيعتين، الطبيعة الروحية والطبيعة الجسدية.
وهذان يقاوم أحدهما الآخر، لأننا طبعا بالروح تمتون أعمال الجسد. طبعا الإنسان ما بيصيرش كامل، بيضلوا يخطئ. إن قلنا أننا لا نخطئ نجعله كاذبا، ولكن إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فطبعا الإنسان بيستمر بالخطية، لكن أنا الخطية اللي كانت بدها تودينا على جهنم خلاص اندفع إحسابها، والمسيح خلصني وأعطاني حياة أبدية. أما بالنسبة للتبني أخت نهال، هذه العقيدة مش موجودة إلا في العهد الجديد في الكتاب المقدس، مع أنه العهد القديم أعطى إشارات كثيرة عن إسرائيل، مثلا ابني أما أنت رب أبونا، وهكذا بيتكلم في ملاخي لما بعنف الشعب، يعني تقول أن لنا أب وهكذا، فبيعطينا الصور. لكن العهد الجديد المسيح أظهر بجلاء بوضوح عن محبة الآب وقلب هذا الآب، وأن احنا صرنا أبناء بالتبني. كنا طبعا خطاة بعيدين أعداء، أعطانا الامتياز أن نصير أبناء ومخلصين، وإلنا حياة أبدية ورثة، وإلنا كل امتيازات يسوع المسيح. فأنا بدعو كل شخص فعلا أنه يدرس هذا الشيء. لماذا تقاوم مثلا فكرة التبني؟ هل سألت ليه؟ وشو الغلط في فكرة التبني أنه نصير أبناء للرب؟ فأنا بصلي اليوم أن الرب يفتح بصيرتك الروحية وعينيك الروحية، وفعلا الرب يعني يساعدك في هذا المفهوم العقائدي اللي في غاية الأهمية. أنا كنت عبد، بل كنت عدو، كنت بالطبيعة ابن للغضب، كان مصيري جهنم. المسيح أجا مش بس حررني، واخدني وحطني في السماء واعطاني مكانة البنوة، وصار هو الابن البكر أو الأخ الأكبر لكل الإخوة المؤمن. لا طبعا يستحي أن يدعونا إخوة. فبصلي من كل قلبي أنه رديت عليك يا أخت نهال، ربنا يباركك ويبارك خدمتك.